السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن النفتكس ريسيفر. ايه هو النفتكس ريسيفر وايه استخداماته وايه النظام بتاعه، ازاي بتعمله تيست، ازاي تظبط المحطات بتاعته، وايه الاستفادة ليك كظابط انت من النفتكس، وازاي تستخدم النفتكس في الوردية بتاعتك، وازاي تقدر تتعامل مع النفتكس، وايه هو المضمون بتاع النفتكس كله اللي مزاها اغلب الضباط. فتعالوا نبدأ نتكلم بسرعة عنه باختصار بسيط نلم الموضوع كله. النابتكس عامة اختصاره نافيجيشنال تيركس. من الكلمة انت بدأت تفهم. نافيجيشنال تيركس بيجي لك عن عبارة عن رسائل messages، حاجة زي كده. بس ايه دي؟ هو ده اللي احنا هنعرفه. النابتكس بيشتغل مع 21 منطقة. المنطقة دول هو مغطي العالم بيهم. بيجي عن طريق حروف لاتين كده، حاجة اللي مغطيين العالم كله. تقريبا انت في منطقة البحار بتاعتك بتبدأ تبص عليها، انا فين، يبقى هحدد دي منطقة البحار وابدأ احدد المحطات بتاعتي. بتبقى عاملة زي كده اهي. بس انت كده ما فهمتش حاجة لسه. مثلا المنطقة رقم واحد بتبقى مغطية بعض الدول. طيب وبعض الدول بيبقى ليها محطات. المحطات عندنا تستخدم بحروف اي دي زي A B T K Q W N. كل محطة لها حرف، حسب الحرف بتاعه انت بتظبطه عندك على النفتكس بتاعتك وبتعمل الستيشن اي دي وتبدأ تعمل عليها. مثلا ناف اريا 1 مغطية ايرلندا، فرنسا، نرويجين، هولندا، سويدين، يونايتد كينجدم. انت مثلا رايح يونايتد كينجدم، هتبدأ تشوف المحطات اللي موجودة بتاعت النافتكس في يونايتد كينجدوم. هتلاقي مثلا يو سي اي، بتختارها على النافتكس وتبدأ تستنى الإذاعة بتاعتها. النافتكس بيشتغل على تردد 518 و490 في بعض الأماكن. 518 بيغطوا تقريبا من 200 ل 400 ميل. ده الستاندرد، ده البيزكس. نوتيكال مايل، نوتيكال مايل أهم حاجة عشان تبقى فاهم. طيب شفنا المناطق وشفنا النافتكس وشفنا ايه هو اللي بيغطيها. طب ايه النافتكس؟ المنظومة بتشتغل ازاي؟ بتشتغل من انتنة لديسبلاي وديسبلاي يونت اللي هي بتبقى ورا. انت كيوزر ما يهمكش كل الحاجات ديت، انت المهم تعرف انت ريسيفر بتستخدم ايه من الريسيفر وايه الريسيفر اللي بيتعامل معاه. بس لازم تبقى فاهم القصة دي كلها بتدور ازاي. المهم يا سيدي، عرفت الليلة، عرفت الاوبريشن، عرفت السيستم، عرفت نظام المحطات. طيب ايه بقى اللي هو النافتكس بيعمله معانا؟ النافتكس فيه كذا كي كده هنا موجودة، مينو وانتر وبلس وماينس والحاجات دي كلها. ايه هي والدايمر والكلام. عندنا في الرسالة اللي هي دي بيبقى في اول الرسالة حاجة اسمها زد سي. زد سي، طيب ZCD بتسمى ستارت كود، مش لازم تحفظ ومش لازم افهمها كده او اقراها. والزد سي بيجي بعدها على طول. دي شكل الرسائل بتاعت النافتكس بتبقى ايه. بص يا سيدي، الار اي، الار ديت عباره عن التايب، هي المحطه. الار هي المحطه، الاي التايب اوف مسج، الزيرو فور اللي هو السيريال نمبر بتاع شكل المسج. انت عندك 00 هو ده الامرجنسي مسج، 04 ده نورمال مسج عاديه يعني. طيب التايب اوف مسج اللي بتغطيها المحطات دي كلها وبتزعها، بتزع لك اي بي سي دي اي اف جي اتش. طب انت فهمت حاجه؟ لا. طب الاي ايه هي والبي سي هي؟ دي حروف لاشكال مسج هتجي لك. يعني هو مثلا هنا قايل لي ار اي، طيب ادخل على الاي ميتولوجيكال فوركاست ابص عليها
بالظبط فوجي ويند فورس خلصت. طب في ناس مش هتعرف الكلام ده، يبقى تعالى بص على المانوال، عشان انا دايما بقول المانوال هو اهم حاجة في البحر. ممكن تنسى، ممكن طول الفترة يخليك تنسى حاجات. طيب ادي سيرش اند ريسكو، النافيجيشنال وورنينج، ميتروجيكال وورنينج. طيب في حاجات تقول الاتحية بتاعتك ان انت تستخدمهم في اي حاجة تانية. بعد ما حددت الستيشن اي دي بتاعتك وحددت شكل الرسائل بتاعتك والمحطات اللي انت هتستقبل من عليها، بتدخل عادي على النافيجيشن وتبدأ تظبط الحكاية دي. تعالوا نبص مع بعض بتتظبط ازاي على النافتكس. يلا نبدأ. بص يا سيدي، هتدخل على منو وتقول نافتكس، وتيجي عند ريسيف مسج، وتبدأ تحدد الستيشن. احنا شغالين في منطقة اسيا، فمحددين CEGLOBQR. اي ضابط شاطر بيعمل الفكرة دي، بيبدأ يحدد النافتكس ستيشن الانترناشنال. R بتاع دليان عشان احنا جايين دليان، Q بتاع شنغهاي، B بتاع تايوان، L بتاع هونغ كونغ، J بتاع مانيلا، لحد اخر الليستة. وتبدأ تحطهم هنا، وتبدأ تحط شكل انواع المسج اللي انت عايز تقابلها. كتر على قد ما تقدر، لان انت لا شوف الاخطار اللي انت هتقابلك ايه هي، والشكل المسج اللي انت عايزها. ده على 518 المسج عندك ABDFJKL. ما انتش عارفهم المانوال عندك، بس انت تقريبا مع كتر الشغل هتبدأ تفهمهم. ايه قلنا؟ ثابت، B ثابت، D ثابت، E ثابت، K ثابت، ابدك. دو الF والQ والR ديت additional message بتجيلك عن طريق الرسائل دي. اهم ما فيهم النافيجيشنال وورنينج، لان اي بورت ستيت بيطلع يقول لك انت استقبلت نافيجيشنال وورنينج. اه طب الرهم ليه؟ يعني عشان كده الضابط التاني ليه كتاب او فايل بيسجل فيه الحاجات ديت اللي بتجيله. ده اهم ما في النافتكس. بعد ما ظبطت الستيشن وظبطت المسج بتاعتك، في حاجه تانية بتتعمل. من الحاجات المهمه اللي بتتعمل اللي هي الديسبلاي، بتظبطها طبعا. السيرفيس، السيرفيس التست، لازم تتاكد البرينتر شغاله، الريسيفر شغال. كل يوم الظهر او حسب ما انت محدد لازم تعمل تيست. وادي التيست اهو. وممكن تعمل اديت ستيشن ليست من هنا، ممكن تحط كميه ليست للستيشن اللي انت عايز تستخدمها. تعالوا بقى دلوقت بعد ما عرفنا دول وعرفنا دول وعرفنا الحاجات اللي بتستخدم، شكل المسج اللي بره دي ايه هي؟ دي في اغلب الحاجات اللي لسه ما انفتحتش ديت، دي سيرش اند ريسكو، دي من اهم الرسائل. لما بيجي صوت كده ساوند على النافتكس، في ناس كتير ما تعرفش ايه هو ده، ده سيرش اند ريسكو مسج. ده من مهمه جدا، لما تسمعها بتاخدها وتمضي عليها كل الضباط. انت تقريبا في كل نهايه ورديه بتمضي زي ما انا ماضي كده، والضابط اللي بعديك بيمضي، والضابط اللي بعديك بيمضي، وتبدا وتعرفه. بس السيرش اند ريسكو ديت ما فيهاش فصال، لان لو هي في منطقتك وبورت ستيت طلع بيدور عليها ويقول لك انت عملت ايه مع دي، فخلي بالك من السيرش اند ريسكو مسج، عشان ديت ريمارك كبير جدا. تعالوا نبص على شكل المحطات بيبقى عامل ازاي في الالكترونيك ماب. نبص سوا بقى، ادي شكل النافتكس ستيشنز. انت بتيجي بتبص هنا على النافتكس ستيشن دي، وديت الكي بتاعها بتاعك. انت بتختار دايما الانترناشنال نافتكس ال 518 كيلو هرتز. عايز تختار حاجه تانية من دول مثلا لوكال سيرفيس مش عارف ايه، الحاجات دي كلها انا ما شفتش حد بيستخدمها قوي يعني، بس انت كل اللي انت عايزه اللي هو الريد ده. يعني مثلا عايز مانيلا جي، عايز فين، هونج كونج، هوشيمين مثلا، هونج كونج ال، بعد كده ادي يعني في محطات كتير طول ما انت ماشي. انا شغال بقى طبعا في المنطقه دي، فببدا اعملها جاكرتا مثلا، سنغافور، بيوبيانج، في استراليا واحنا قاعدين، لان انا شغال في حته بتاعه ساوث ايست ايشا ديت، فديت اهم المحطات اللي عندي بظبطها وابدا احطها كده، وابدا اعد الرسائل اللي انا عايز استخدمها ان وادخل على النافتكس واظبطها. وبتبقى الاذاعه دايما 24 ساعه، المحطات ليها تايم بتزيح فيه. لو انت عايز تعرفه برضو بتبص في المانوال. لو مش انترستنج، انت المهم ان انت ظبطت المحطات بتاعتك اللي هي في التريد اريا اللي انت شغال فيها. وبكده ارجو يعني ان انا اكون لميت موضوع النافتكس. لو نسيت حاجه معلش انا اسف.
يعني انا عايز الم باختصار، مش عايز اطول الفيديو عشان الناس ما تزهقش. طبعا النفتكس من اهم الاجهزه اللي موجوده، ده من روح المركب، روح مركب صراحه. لان في ناس كتير بتقول لك لا ومش عارف ايه، لا معلش، نفتكس جهاز مهم، جهاز مهم جدا جدا جدا. يعني اشوفكم فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.